معنا مشاهدينا الكرام هاتفيا من واشنطن زميل المركز العربي للأبحاث والدراسات دكتور عبد الوهاب القصاب. مرحبا بك يا دكتور عبد الوهاب. يكرر زعماء الميليشيات والمسؤولون الحكوميون الحديث عن عودة نشاط تنظيم الدولة في العراق، هل ثمة غاية من هذا الحديث المكرر؟ بالتأكيد هنالك غايات وليس غاية واحدة، هنالك غايات كثيرة. الغاية الأولى هو المأزق الذي تعيشه العملية السياسية الحالية نتيجة التزوير واسع النطاق الذي جرى في الانتخابات الأخيرة، وعدم أو فشل أي تكتل من أن يحقق نسبة تقوله أن يشكل الحكومة ضمن هذه العملية السياسية المريضة. السبب الثاني والمأزق الذي تعيشه إيران، والمأزق هو كبير. والسبب الثالث هو أيضا مأزق الأشرف الحكومة الواضح والماثل في تأمين الخدمات، سواء كانت الماء أو كانت الكهرباء، في ظل هذا الشهر الذي شهد ارتفاع كبير في درجة الحرارة. والسبب الرابع أن مثل هكذا تنظيمات عاملة خارج إطار الدولة وفي ضمنها حتى الميليشيات المسلحة المدعومة إيرانية في العراق لها وجه عندما تكون مسيطرة على الوضع وقواتها ظاهرة للعيان، والوجه الثاني هو خلاياها النائمة التي عندما تضرب هذه الميليشيات أو عندما تضرب هذه القوى وتخرج من أماكنها تتحول أو يتحول ثابت به من مقاتليها إلى خلايا نائمة يمكن استدعائها في أي لحظة من اللحظات. محصلة تفاعل هذه العوامل الأربعة الحقيقة هي التي تؤشر الذي يجري في العراق حاليا. هنالك غايات سياسية واضحة من جراء قيام نفس العناصر التي أعلنت أنها احتضت على تنظيم داعش في يوم من الأيام أن تسير، وهذا الطلاق بين بين تقريبا نصف محافظة صلاح الدين سيطر عليها قوى داعش. هذا يعني بأنه محاولة لصرف الأنظار عن المأزق الكبير الذي تعيشه، ولكن ألم تعلن الحكومة في المنطقة الخضراء من جهة، ونجاح هذا التنظيم في أن يبعث الحياة في خلاياه النائمة لكي يثبت وجوده في أماكن معينة يختار. طيب دكتور عبد الوهاب، ألم تعلن الحكومة في بغداد من قبل النصر على تنظيم وتحجيمه في العراق؟ كيف يستقيم الحديث الآن عن خطر التنظيم وعودة نشاطه؟ أكيد أنا قلت لك بينت لك أربعة أسباب دعتهم لكي يعترفوا أو يتراجعوا أو يلقوا ضوءا يعني ظلالا من الشك على النصر الذي سبق وأن أعلنوا تحقيقه. في واقع الحال عملية إخراج داعش من الموصل هي عملية جرت على أساس الأرض المحروقة وأثمت فيها الميليشيات من جهة والجيش من جهة أخرى والقوات الأمريكية المساندة من جهة ثالثة، ولذلك يعني عملية الإخراج من الموصل كما يبدو لم تكن تعني عملية قضاء مبرم على هذا التنظيم على الأرض العراقية. طيب الآن الحكومة في بغداد وميليشياتها تعكزت في أثناء دعاياتها الانتخابية على ما سمته الانتصار الكبير على تنظيم الدولة بكونه منجزا كبيرا، الآن بعد حديثها عن عودة التنظيم كيف ستواجه الرأي العام؟ أنت تعلم أنا بينت لك أربعة أسباب. واحد من الأسباب مخفي ضمن أسباب الخطة والتنافس الشديد بين الكتل التي دخلت هذه الانتخابات المزورة. أنت تعلم أن سولار ينتمي إلى كتلة أخرى لا ليس لها علاقة بالكتلة التي أعلن رئيسها في وقته رئيس الوزراء الحالي أنه حقق النصر على داعش. فعملية أيضا هذه هنا مهمة جدا، عملية تنافس داخلي وإحراق للأوراق فيما بين الكتل التي تنتمي لنفس الطيف والتي تستحوذ على السلطة منذ 2003 لحد الآن والتي فشلت في واقع الحال في كل منحة من مناحي الحياة في العراق في أن تحقق للناس وللشعب شيئا، ومن ضمنه عملية أقرار الأمن والاستقرار
في ربوع الوطن، والأمن والاستقرار لكي تقرر في ربوع الوطن ينبغي أن تعطي المواطن حقه الطبيعي في المساواة وفي العيش الآمن وفي الحصول على فرصة للتقدم والترقي، وهذا ما فشلت فيه هذه الحكومات التي تشكلت بعد الغزو في 2003. شكرا جزيلا. إذا التنافس الداخلي بين الفئات أيضا سبب رئيسي من أسباب الحديث الكثير عن عودة داعش إلى الواجهة من جهة، وسبب رئيسي أيضا في محاولة النيل من الكتل واحدة تنال من الأخرى وتحاول أن تهاجمها. أشكرك هذا دكتور عبد الوهاب القصاب من واشنطن، زميل المركز العربي للأبحاث والدراسات.